أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. اليوم سوف نبدأ بدرس تمثيل البيانات 2 وتمثيل البيانات 3 والتجربة العشوائية. أهم النتائج لهذا الدرس: سوف نحل مسائل عن طرق تمثيل البيانات، سوف نتعرف عن مفهوم التجربة العشوائية وكيفية إجراء التجربة العشوائية من مرحلة واحدة، ثم ندون النتائج الممكنة جميعها، نميز بين الحوادث الممكنة والمستحيلة والمؤكدة لتجربة عشوائية بسيطة. الطريقة الثالثة من طرق تمثيل البيانات وهي الأعمدة البيانية المزدوجة. تستخدم الأعمدة البيانية المزدوجة في تمثيل بيانات مجموعتي دراسة ما على رسم بياني نفسه. تمثل البيانات بطريقة أعمدة بيانية مزدوجة بعمودين متلاصقين مختلفين في اللون. مثال رقم 1: الرسم البياني المجاور يمثل علامات الطلبة في مبحثي الرياضيات والعلوم. نلاحظ الشكل الآتي: يتحدث على الأعمدة البيانية المزدوجة. لماذا حكينا أعمدة بيانية مزدوجة؟ لأنه هو متعلق ببيان مجموعتي دراسة ما اللي هي علامات طلبة في مبحثين الرياضيات والعلوم. نلاحظ في الخط الأفقي أسماء الطلاب، وفي الخط العمودي علاماتهم في مبحث رياضيات اللي هو بالعمود باللون الأحمر والعلوم باللون الأزرق. خلينا نبدأ السؤال رقم 1: ما علامة شادي في مادة الرياضيات ومادة العلوم؟ نروح على اسم شادي. في مادة الرياضيات نلاحظ باللون الأحمر أعلى هاي فوق 20 شحطة، إذن في مادة الرياضيات أخذ شادي 21. وفي مادة العلوم نلاحظ الخط الأزرق أخذ 10. ما علامة سمر في مادة الرياضيات ومادة العلوم؟ مادة الرياضيات سمر أخذت 12، وفي مادة العلوم أخذت 14، لأنه تحت 15 بشحطة. الطريقة الرابعة من طرق تمثيل البيانات وهي النقاط المجمعة. هي طريقة لتمثيل تكرار البيانات باستخدام النقاط، ويكون شكلها كهذا. مثال رقم 2: سئلت مجموعة من الأشخاص عن عدد الأطفال الموجودة في العائلة، وقد مثلت البيانات من إجاباتهم في الشكل الآتي. نلاحظ أن الخط الأفقي يدل على عدد الأطفال، هاي العدد هون ما عندهم أطفال، طفل واحد، طفلين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أما الدوائر هي عدد الأطفال في العائلة. رقم 1: كم عائلة لديها 4 أطفال؟ منروح على عدد الأطفال 4 أطفال، ومنعد الدوائر 1، 2، 3، 4، 5، 6، فلديهم 6 عائلات لديهم 4 أطفال. كم عائلة ليس لديها أطفال؟ منروح على عدد أطفال 0، 1، 2، 3، إذن عندنا 3 عائلات ليس لديهم أطفال. تعريف التجربة العشوائية: هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نواتجها الممكنة قبل إجرائها، ولكن لا يمكن تحديد أي هذه النواتج ستتحقق فعلياً إلا بعد إجراء التجربة. 2. الحادث: هي إحدى نتائج هذه التجربة العشوائية. يقسم إلى 3 أنواع: الحادث المستحيل، الحادث الممكن، الحادث المؤكد. مثال رقم 3: ما هي النواتج الممكنة لرمي قطعة نقدية؟ أذكر مثال عن حادث مستحيل، حادث أكيد، حادث ممكن. مثال رقم 4: ما هي النواتج الممكنة لرمي حجر نرد؟ خلينا نحل مثال رقم 3: ما هي النواتج الممكنة لرمي قطعة نقدية؟ أذكر مثال عن الحادث المستحيل، الحادث الأكيد، وحادث ممكن. هلا أول إشي، أنا بعرف إنه القطعة النقدية بسميها تجربة عشوائية،
لأنه أنا بعرف نتائجها قبل ما أرمي القطعة النقدية. شو نتائج القطعة النقدية؟ نتائج القطعة النقدية إما صورة أو كتابة، تمام؟ هلا عند رمي القطعة النقدية في عنا احتمالات، بس أنا ما بعرف أنو احتمال رح يطلع. احتمال التجربة العشوائية بسميه حادث. خليني أرمي القطعة النقدية وأشوف شو رح يطلع معي. طلعت معي كتابة، تمام؟ إذن ما هي النواتج الممكنة لرمي القطعة النقدية؟ إما صورة وإما كتابة، تمام. أذكر مثال عن حادث مستحيل. مستحيل يظهر أرقام، مستحيل يظهر 1، 2، 3، 4، لأن نتائج القطعة النقدية إيش عنا؟ إما صورة أو كتابة. إذن مستحيل يظهر ظهور أرقام من 1، 2، 3. طيب بدي حادث أكيد. هلا أكيد رح يطلع إيش؟ رح يطلع أول إشي صورة جلالة الملك الحسين، وكتابة 5 قروش، لأن بتعامل أنا مع 5 قروش. أكيد رح يطلع هذا الحادث. الحادث الممكن، شو الاحتمال عند رمي القطعة النقدية؟ أنا رميت القطعة النقدية، شو طلع معي؟ يا إما احتمال تطلع معك صورة، أو احتمال تطلع معك كتابة. مثال رقم 4، ما هي النواتج الممكنة لرمي حجر نرد؟ عندي حجر نرد، تمام؟ هلأ هذا الحجر النرد بسميه أيضاً تجربة عشوائية. ليش؟ لأنه أنا بعرف نتائجه قبل ما أرمي حجر نرد. شو نتائجه؟ إنه هو مكعب مقسم من 1 ل 6. هيو. هلأ بس أرمي حجر النرد، في عندي مجموعة من الاحتمالات، بس ما بعرف أنو احتمال رح يطلع. وحكيت احتمال أي بسميه حادث. خليني أرمي لكم الحجر النرد، شو طلع معي؟ طلع معي 3. شخص تاني إذا بده يرمي هيك مثلا طلع معه 6. إذا شو هي النواتج الممكنة لرمي حجر نرد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. تمام. طب اذكروا لي حادث أكيد. حادث أكيد أكيد رح يطلعوا هدول 100%، 1 ل 6. إذا هذا بسميه الحادث أكيد. طب حادث مستحيل، الحادث المستحيل مستحيل يطلع لي رقم 0، مستحيل يطلع لي رقم 8، لأنه الحجر النرد هو من 1 إلى 6. إذا مستحيل ظهور رقم 0 أو رقم 8. طب حادث ممكن، حادث ممكن اللي هو الاحتمالات اللي رميته بحجر نرد. يعني أنا مثلا طلع معي 3، شخص تاني طلع معه مثلا 6. إذا الحادث الممكن مثلا ظهور 3 عند رمي حجر النرد. مثال رقم 5، حدد نوع كل حادث من الحوادث الآتية. حصولي على علامة 25/20 في مبحث الرياضيات. بيكون نوع الحادث حادث مستحيل، لأنه مجموع العلامة قديش؟ 20، وإنت أخذت 25. فرق 2، عدد أيام شهر آب 31 يوم. شهر آب شهر 8، فيه يا إما ممكن يكون فيها 30 يوم أو يمكن يكون فيها 31 يوم، فبيكون نوع الحادث حادث ممكن. نزول المطر في شهر كانون الثاني، شهر كانون الثاني هو شهر 1، فأكيد بينزل فيه المطر، فبيكون نوع الحادث حادث أكيد. أيها الأبطال، لديكم واجب بيتي. تحدي الأول صفحة 70، التحدي الأول صفحة 72، والتحدي الأول صفحة 74. إلى اللقاء.